يا أبو عابد، أنا مقدر وضعك ومقدر موقفك، بس علشان ولدك عابد الله يرحمه لازم نكمل تحقيق وتعطيني كل المعلومات اللي عندك عشان نرفع المعلومات للنيابة. سم طال عمرك يا عسكري، افتح المحضر. سم طال عمرك. وحضر أمامنا وبدأنا التحقيق. سين، الجثة اللي انت شفت هذه لولدك عابد؟ ايه هو رحمة الله عليه. وأقر بأن الجثة لولده عابد. متى آخر مرة شفته يا عم؟ آخر مرة شفته أمس الصبح، من وقتها ما شفته إلا الحين. عطنا ساميهم يا عم لو تكرمت. ظافر وسهيل وتميم. طيب وش يشتغلون؟ ما لهم شغل. ظافر وتميم والدينهم أثرياء ومرفهين ولا يحتاجون شغل. أما سهيل حاله قريب من حالنا ترى. طيب يا عم، انا ادري اني اضغط عليك وادري اني ثقلت عليك، بس انت عارف انت عشان يستمر الموضوع ونعرف ان اللي قتل عابد الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. طيب يا عم، انت تشك باحد من قاتله؟ لا والله ما له أعداء. هل ولد طيب؟ لولا ربعه لولا ربعه الدشير يا ما نصحته يبعد عنهم. طيب يا عم، آخر اتصال كان بجواله، كان هو يتصل بظافر ساعة 2 بالضبط. المكالمة استمرت 3 دقائق، ما سمعت شو اللي دار بينهم. لا والله يا طويل العمر ما سمعت شيء. طيب يا عم، تسمح لنا نراجع الكاميرات اللي بالبيت ونشوف ايش فيها؟ أبد، تفضل. هلا معاذ، جهز لي سيارة الآن. بيجيك استدعاء لـ3 أشخاص يجون المكتبي. تمام.